حبينا نحن نسلط الضوء على هذا، يعني على هالمنتجات التمر، نرجع لها من أجدادنا كانوا أيضا مهتمين بها بشكل كبير، فحبينا نسلط الضوء من خلال المهرجان يكون تثقيفي، يكون ترفيهي لأولادنا، أنهم يعرفون ما مروا فيه الأجداد والاستفادة يعني معرفة من أنواع التمور وغيرها وأهميته وخصية الغذائية. أيضا هدف ثاني اللي هو هدف تجاري، أنه الإمارات من الكبر مصدرين للتمور في العالم وأيضا مستوردين، فحبينا نبين هذه النقطة والجزئية في أيضا خلال المهرجان ويكون في تنشيط للتجارة. اليوم التمر طبعا هي تعتبر من جدا الأصناف الممتازة، يمكن اليوم المهرجان هذا بيركز على أهمية التمر كسلعة غذائية للإنسان، أيضا بالنسبة فرصة كبيرة للمستهلكين والمستثمرين ورجال الأعمال والمزارعين وباعي التمور للتواجد تحت مظلة واحدة للاشتراك في هذه المعرض. مشاركتي حتكون بتقديم عروض طهي، طبعا عروض الطهي حتبقى مالح حلويات، دائما بنقول التمر معناها حلو، لا احنا هنطبخ برضو موالح. حيكون عندي تقريبا عرضين كل يوم لمدة 3 ايام، وبرضو حيكون في تذوق.